المنافقون الجدد يوميا مع مدفع الإفطار مع صابر مشهور، انتظرونا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم المنافقون الجدد. في هذه الحلقة نلقي أو نواصل إلقاء الضوء على شخصية المنافق عمرو خالد. بتحليل خطابات عمرو خالد، لقاءاته التلفزيونية، برامجه سواء التلفزيونية أو ما يكتبه على الإنترنت، وجدنا أن المخابرات أوكلت لعمرو خالد مهمة خطيرة جدا أدت إلى ذبح ملايين المسلمين كما سنوضح، وتمكين اليهود والنصارى من رقاب المسلمين فذبحونا. هذه المهمة الخطيرة هي مهمة قتل المعرفة، قتل المعرفة لدى المسلمين، حتى أن أستاذ جامعي فرنسي قال جعلنا المسلمين مثل القرود، شوية قرود بيتقافدوا، شكلهم شكل البشر لكن ليس لهم عقل البشر، أصبحنا أضحقت العالم كما يقول أبو إسماعيل، وهنوضح الآن. نبدأ مثلا بتصريح له على موقعه على الإنترنت، يقول عمرو خالد في حكمة اليوم، حكمة بقى بيقول حكم إيه هي؟ أن تشق طريقك بابتسامتك خير لك من أن تشقه بسيفك. يعني بدل ما أنت تروح لعدوك تحاربه بالسيف، لا، هتروح لعدوك تعمل إيه؟ تبتسم، تضحك. يعني أنت رايح تحرر الأقصى هنروح بالسيف؟ لا، هنعمل كده. طيب هذا المنهج، تعالوا نسمع لنكتشف عمرو خالد يطبق منهج من وينفذ مهمة من، قتل المعرفة لدى المسلمين. نجده يطبق مقولة لنائب في البرلمان الفرنسي، نائب في البرلمان الفرنسي يكشف خطة الغرب المسيحي، وهي قتل المعرفة لدى المسلمين، قتل النابغين والعلماء لدى المسلمين، حتى جعلوا المسلمين دول شوية قرون. فلنسمعه ثم نعود مرة أخرى. أنا Ah si c'est pareil. C'est pour nous, il faut répéter. C'est pour nous, il faut répéter. Pourquoi vous êtes dominant? Parce qu'on a détruit tout le monde. Il y a 200 ans, 300 ans, à peu près environ. Donc les Noirs, c'est de la merde. Parce qu'on a eu la connaissance de la poudre à canon, oui. Par les Chinois ou par les Arabes. Enfin, on a acquis de leur connaissance. Alors là, on a maximum. Je boum. Comment ça se fait? Ah, ça, je sais pas. C'est qu'il y a 500 ans, on a bien travaillé. Ah ouais, ouais. Vous avez exterminé, on a éliminé tous les meilleurs. Tous les meilleurs noirs vont exterminer. Donc là, tous les noirs qui restent, c'est grosse, la grosse merde. Maintenant, on a pu remettre des armes, on met un peu quelques petits microbes par-ci, par-là. Des microbes par-ci, par-là. C'est quoi les microbes? C'est cool, la guerre bactériologique, vous savez, parce que ça existe quand même. Ah d'accord. Bactériologique, la guerre. Quelques petits microbes par-ci, par-là. Alors, قتلna المعرفة, العلم. معركة الوعي اللي أبو إسماعيل يتحدث عنها، إحنا في معركة وعي، قتلنا المعرفة. طيب ولما قتلتوا المعرفة إزاي؟ قالوا قتلنا النابغين، قتلنا العلماء، قتلنا سيد قطب يجي نقتله، حسن البنا يجي نقتله. تجد إن إذا نظرت في تاريخ التيار الإسلامي تجد أن أمريكا تقوم كافة قيادات التيار الإسلامي في العالم الإسلامي كله تقتلهم بالطائرات، تقوم بأسرهم. يعني عملية أسر، أنت ما تشوف قيادة الشعب المصري المسلم الآن فين؟ ما بين قتلت واستشهدت وما بين وقعت في الأسر. ولذلك أخطأنا لما لم نحافظ على قيادتنا، أو لم يكن واضحا أهمية أن احنا نحافظ على العلماء والمفكرين والمشايخ والشخصيات القيادية. لأنه لما يتصفى يصبح إيه؟ عندك حشود هائلة في الشوارع، طاقات هائلة بلا عقل يحرك، بلا قيادة، نطلع نعمل الإيه؟ اللفة، ومفروض بقى نروح نسيطر على وزارة الدفاع. لا، نرجع لبيوتنا. طبعا الناس بتضحك علينا. نرجع لموضوع عمرو خالد. نفترض انه الرئيس الامريكي اوباما قرر انه ياخد بحكمه عمرو خالد. هو امريكا الان تقاتل تنظيم الدوله الاسلاميه. فنفترض بقى ان اوباما اجتمع بوزير الدفاع وقاده الجيش، قال لهم يا جماعه احنا هنطبق حكمه عمرو خالد، مفيش سلاح بعد اليوم، لن نقصف تنظيم الدوله الاسلاميه بالطائرات، لن ان احنا نرمي قنابل، لن نبحث على قيادات مثلا جبهه النصر او قيادات كذا نقتلهم، لا سنتركهم، ولن نكلف عسكر مصر بقتل قيادات الاخوان المسلمين في مصر او الى ذلك. لا لا لا، امال هتعمل ايه؟ قال لهم عندي خطه عمرو خالد. ايه بقى؟ هروح لهم وهروح ابتسم لهم. وقام واخد اوباما شنطته وقام رايح
راعى الحدود بقى أو نط من البحر، المهم وصل هناك ودخل في مناطق تنظيم الدولة الإسلامية، وبعدين راح مبتسم. قالوا له الجنود انت تنظيم الدولة، انت عاوز ايه يا أوباما، انت جاي عبيط، انت عاوز ايه؟ قال لهم انا جاي ابو الأبقر البغدادي. فخدوه لأبو الأبقر البغدادي، ايه عاوز ايه يا أوباما؟ قال له انا ببتسم لك. يبقى أبو الأبقر البغدادي هيقول لهم يعني اكشفوا على الواد ده، هو أوباما فعلا ده مجنون، ده عبيط، ده هبل، مش كده؟ طيب ده انا بوريك لو أوباما عمل كده يعملوا ايه. ده قط الجيش الامريكي يقول لك حطوه في المستشفى المجانيه. فعمر خالد يطالب المسلمين بأن يفعلوا فعل الجنون، يعني هذا الجنون وهذا الخبل، هذا الجنون حاجات يعني لا يمكن تصورها. يقول لك أيها المسلم اتفضل اعمل الحاجات المجنونة دي، خليك ايه ده الناس تضحك عليه، احنا لو هو عمل كده هنقعد نضحك عليه. لكن أوباما لما هو يستخدم القتل والقصف وقتل قيادات الطيران الإسلامي في كل مكان، أوباما هنا رجل عاقل يتصرف التصرف الطبيعي انه بيحارب اعداء بلده، يحارب اعداء بلده يعمل ايه؟ يمسحهم من عوش الارض، ده التصرف الطبيعي. لكن التصرف بقى اللي لما يبقى مجنون ويروح بقى يبتسم في وشه. لما تيجي بقى تاخد هذا النموذج اللي عمرو خالد بيقول عليه، طب سنشاهد فيديو اخر ايضا لعمرو خالد يعزز فكرته، اللي هو بيقول فكره الحوار المسيحيه بتاع حوار، اللي هو اوروبا النصرانيه وامريكا، واليهوديه بتاع حوار وما الى ذلك. تعالوا نشاهد هذا الفيديو المكمل لموضوع الابتسامه ونعود مرة أخرى. الآن حسب ما هو واقع أنه كثير من مشاكل البشر لا تحل إلا بالسلاح، والأمثلة لا حصرة لها. هذا كلام مرفوض. صراعات البشر في شريعة الغاب تحل بالسلاح، صراعات البشر في الفكر المتحضر، في منظومة الأمم المتحدة، في منظومة الأديان، في منظومة الفكر الحضاري تحل بالحوار، تحل بالنقاش. أنت لسه ضارب مثل بتقولي لماذا لا تتحاوروا ثم تسألني على السلاح. السلاح وكوسيلة للتفاهم بين البشر وسيلة غير حضارية وغير دينية وغير محترمة عالميا. العالم يتحاور، العالم يتفاهم. أنا أدعي أن القرآن كتاب حواري، أنا أدعي أن القرآن أكثر كلمة ذكرت فيه قال وقالوا وقلنا، لأنه قائم على الحوار. أنا أدعي أن المسيحية، أنا أدعي أن الديانات في الهند البوذية والهندوسية، أنا أدعي أن الإسلام، أنا أدعي أن منظمة مثل الأمم المتحدة، كل هذا يتحرك حضاريا تحت كلمة أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للحوار عند احتدام الصراع بين البشر. أخذ من كلامك الجميل بخصوص الحوار، هل الإخوان المسلمين لهم نصيب في هذا الحوار؟ خلص الحوار، سلام عليكم. نص ساعة. طبعا لما تيجي بقى تشوف كل أمم العالم، سيبك من احنا المسلمين لأن احنا بقالنا 200 سنة عندنا المنافقون عمرو خالد وأخواته للمخابرات مشغلاهم، لما أصبحنا أشبه بقرود، وهنوضح لماذا، كما يصفنا الفرنسيون. لما تأتي لأمريكا، أمريكا النهاردة قررت تحارب تنظيم الدولة الإسلامية، بتحاربها بالحوار؟ أوباما قال هنتفاوض؟ لا، ذهب وقتل وبالقصف وبالسلاح. أوباما أمريكا اليوم تريد إنشاء دويلة للشيوعيين الأقراط، قالت لهم بالحوار؟ لا، أعطتهم السلاح والمعلومات بالأقمار، اقتلوا واذبحوا وكل شيء، لغوا في دماء المسلمين. دول قلة اللي هم القلة الشيوعية. أمريكا اليوم قررت أن هي تنشئ إسرائيل. اليهود أهل أتوا إلى فلسطين وقالوا إحنا جينا نتحاور بالحوار بالابتسامات، لا، إنما إسرائيل جاءت بالسلاح بالسيف وأنشأت دولتها. الصين اليوم أنشأت دولتها بالابتسامات، راحت ضمت تركستان الشرقية، المسلمين في تركستان الشرقية، بالابتسامات والحوار، لا، بالسلاح والسيف. الهنود اللي هو بيتكلم عن الهندوس، الهندوس هؤلاء ذبحوا 2 مليون مسلم يوم إعلان الاستقلال 1948، ما قالهمش ابتسامات. الهنود اليوم في مسلمين كشمير بالحوار ولا إبادة المسلمين في كشمير؟ روسيا في الشوشان وتركمانستان وكل المسلمين داخل روسيا، روسيا ضمتهم بالحوار والابتسامات، لا، بالسلاح والسيف. النهارده أمريكا بتسيطر على العالم بالابتسامات والحوار؟ لا،
الأسطول الأمريكي السادس في البحر المتوسط، الأسطول الأمريكي مش عارف الخامس فين، القواعد العسكرية هناك عند الصين، القواعد العسكرية حول روسيا، القواعد العسكرية في أوروبا، القواعد العسكرية في إفريقيا، القواعد العسكرية لأمريكا تحكم العالم بالسلاح والسيف، ومن قبل بريطانيا كانت تحكم العالم بالسلاح والسيف، ولما أمريكا تخمد إذا قام المسلمون سيحكمون أيضا بالسلاح والسيف، إذا جاءت روسيا ستحكم بالسلاح والسيف، ما كل دولة لو نظرت في أمرها تحكم بالسلاح والسيف. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو احنا بقى عايزين نطبع امر خالد، فكفار مكه جايين له في غزوه بدر، فعمر خالد بقى هنا يعني بيقول لي بقى المفروض بقى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول القي السلاح، ماشي يا عمرو، القوه وحشه والجهاد في سبيل الله وحش، ده كلام عمر خالد، ونعمل ايه؟ نبتسم. فهيقول للرسول فخير بقى انت الرسول صلى الله عليه وسلم هو اصحابه في غزوه بدر القوا السلاح وقالوا كفار قريش انتوا عايزين تقتلونا، احنا هنبتسم يلا نتحاور. طبعا كانوا قتلوهم لو ان كفار قريش جاءوا، يعني لا نتخيل التاريخ الاسلامي لم تكن للاسلام دوله، لم يكن الاسلام موجودا اليوم اصلا لو الكفار جاءوا في غزوه احد ورسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون قرروا قال لك مش لن نحمل السلاح، القوه وحشه، الابتسامات. كان الكفار دخلوا مكه، دخلوا المدينه المنوره غزوه احد وفي غزوه الاحزاب وفي غيرها وذبحوا المسلمين في فتح مكه، الرسول صلى الله عليه وسلم حمل السلاح والسيف وذهب الكفار في عقر داخل عليهم، حتى ابو سفيان قال لهم جاءكم بجيش يملا هذا الوادي، الوادي اللي هو المكان اللي هم المنخفض بين جبال اللي هم قاعدين ساكنين فيه، يملا هذا الوادي يعني جاي لكم بجيش يعني غرار، فانتوا استسلموا. فالكفار قريش اعلنوا الاستسلام، اعلنوا الاستسلام بعد الابتسامات والحوار ولا بعد القوه؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، إذا إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح، فالنصر العسكري والفتح سبق قوله تعالى إذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فإذا النصر العسكري لازم، يعني الأمريكان انتصروا على اليابان بعد كده اليابان اعتنقت الرأسمالية، الأمريكان انتصروا على الألمان ده حالا الألمان بيموتوا في دواليب الأمريكان. إذا لنا أن نتخيل أن خالد بن الوليد وسيدنا أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق هذا الرجل الحديدي أقوى شخصية أقوى حاكم مسلم في التاريخ الإسلامي كله هو أبو بكر الصديق، أقوى من عمر بن الأقوى من كل الحكام الذين عرفناه، سنخص حلقة لذلك. لو أبو بكر الصديق جاءته القبائل المرتدة وما إلى ذلك قال لهم الابتسامات الحوار، قال لهم لا والله لا أقاتلنكم، ده على قلك إيه؟ لو على إيه؟ على قيد بعير الحبل بتاع المعزة أو الجمل. فتجد إنه لما إحنا المسلمين ذهبوا يفتحون ملك فرس وقصر وفارس والروم والشام وكل البلاد دي وصلوا الهند ووصلوا الأندلس وكل هؤلاء بالابتسامات بالحوار؟ لا، ذهبوا بالسيف والسلاح وأزالوا حكم هذه. في فرق بين السيادة تتم للمسلمين بالسيف، السيادة للنصارى بالسيف، يعني أي سيادة في العالم تقوم بالسيف، لكن اعتناق الدين الإسلامي هذا بحرية. يعني المسلمين دخلوا إيران أزالوا حكم ملك كسرى ثم تركوا الناس أحرارا، لكن لو المسلمين ما دخلوش كسرى أصلا ما كانش الإسلام دخل كسرى، المسلمين ما دخلوش الصين، الإسلام ما دخلش الصين، ما فيش بقى إلا إندونيسيا وما إلى ذلك ملوك هذه المناطق، وده يعني ليست القاعدة يعني. فنعود مرة أخرى إنه المسألة هنا كل الدول تقابل أعدائها بالسيف والسلاح، هات لأي أمة، أمة كاثوليكية، أمة أرثوذكسية، أمة هندوسية، أمة، كله يقابل عدوه بالسيف، كله يقابل عدوه بالسلاح. لكن هنا عمرو خالد يوجه حديثه للمسلمين يقول لهم أيها المسلمين القوة وحشة، خليكم ضعاف، ارموا سلاحكم، ارموا سيفكم. القرآن ربنا يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وآخرين من دونهم. لا، عمرو خالد يقول لك لا تعدوا مين، انت خليك ضعيف. القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، عمرو خالد يقول لك شو بقى القرآن يقول لك واغلظ، عمرو خالد يقول لك وابتسم وجاهد جاهد مين، روح حوار. ولذلك عمرو خائن هذا المنافق لما العسكر الصليب أخذوه داخل وزارة الدفاع كيوجه بقى حديثه للعساكر عسكر جنود عسكر الصليب هؤلاء،
قال للعساكر والمجندين والضباط يعني يتحاوروا مع اخوانكم الشعب المصري المسلم اللي في الشوارع يطالبون بالشرعيه؟ لا، ما قال لهمش حوار، وما قال لهمش شقوا طريقكم بالابتسام، لا 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 لا، انما قال لهم ايه؟ القوة، الطاعة. شوف شخصية عمرو خالد. يوم ما لبست البدلة دي ولبست البيادة دي وضربت التعظيم ده وقفت في طابورك، انت بتأدي وظيفة مش عند القائد، عند الله. ما بتسمعش كلام قائدك وانت حاسس انك بتأدي وظيفة كبيرة. خلي بالك، ربنا بيقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم حيبوا احسن منكم. عمرو خالد لما يتحدث لجمهور المسلمين يعمل دور الايه؟ الخرع، الني، ولا مؤاخذة المخنس، له راجل ولا امرأة. زيك انا زمان كنت اسمع الشيخ كشك، بعد كده لما عمرو خالد ده حاول اسمعه ما عرفش اسمعه، لان احنا تربينا ان احنا نكون رجالا، ان تكون رجل انسان سوي. الشيخ كشك الله يرحمه والشيخ وجد بونيمة واخرين شخصيات سويه، لكن عمرو خالد هو لا بس الايه ان يجعل المسلمين شويه، عاوز يقل المسلمين شويه مخنسين، لا راجل ولا مره. ليه يا جنيه كده وسايب على نفسه ايه ده؟ فزيك فهذا النموذج تلاقي بقى محمد حسان شغال، سنقص حق اخرى محمد حسان، محمد حسان ومحمود المصري ومش عارف مين وعمر خالد ومعز مسعود كلهم شغالين في نموذج الايه، نموذج المخنسين، نشر ثقافه التخنس بين المسلمين. ولذلك احنا بنشوف النهارده فشل الثوره بسبب ايه؟ بسبب ما انتشر من تخنس بين المسلمين. نعود مرة أخرى إلى وصف الفرنسيين للمسلمين بالقرود، القرود. الذي حدث هو أن الدكتور جمال جبريل عضو الجمعية التأسيسية بعد الرئيس مرسي أعانه الله على فك أسره، كان في فرنسا يحصل على درجة الدكتوراه في مجال القانون. فبينما هو في فرنسا في فتاتين يهوديتين حضرتها الأزهر الشريف 15 سنة 16 سنة واعتنقت الإسلام في الأزهر الشريف. قامت فرنسا وهاجت وماجت ولافتات في الشوارع وملصقات في المترو وصور البنتين والحقوا الإسلام قادم، فرنسا في خطر، فرنسا راح في 60 ده عشان بنتين اسلمتها، ده يوريك الفرق بيننا وبينهم. فهو اندهش وصدم وقال لك بقى هو إسلام بنتين صغيرتين دول هشكل خطر على فرنسا؟ يعني ايه ده؟ ناس دي مجانين ولا ايه؟ فذهب إلى أستاذه الفرنسي الذي يدرس له القانون وقال له هل ترون فينا نحن المسلمين خطرا عليكم؟ قال له إحنا نخاف منكم أنتم يا مسلمين؟ لا طبعا، نحن نعتبركم يعني قرود، شوية قرود، إحنا نعتبركم شوية قرود. قال له ما أنتم خايفين من إيه؟ قال له نحن نرى الخطر في الإسلام. نرى الخطر فين؟ في الإسلام. شوف الأستاذ الفرنسي قالها له بمنتهى الصفاقة، احنا بننظر لكم شوية قرود. وبالفعل لما انت تنظر يعني لما احنا بنقول أوباما، لو أوباما ده راح عمل كده مع البغدادي وقال له انا جاي وقفت القتال والقصف وكذا وجاي ابتسم لك، هيقول لك ده يعني عالو دار. وتخيل بقى انه المخابرات شغاله من خلال كل المنافقون الجدد، والمنافقون الجدد دول على صفين، على صف العسكر وبعض الناس الذين تحسبهم ضد السيسي ايضا شغالين في هذا الموضوع. ولقيت ان الامريكان عاملين شبكه تحاصرنا سواء كنت مع السيسي او ضده، مع العسكر او ضده. ويصبح ان انت تقول الحقيقه هو هذا النشاز وهذا هو الشذوذ وده الامر المستغرب وده اللي بيأفر وده اللي بيبالغ. لما تقول الحقيقه اللي العالم كله بياتيها، الكافر ياتيها والمسيح ياتيها واليهودي ياتيها، كل الناس عارفاها عدا المسلمين، التي صار ان انت تقول لهم يا جماعه الشمس في السماء يقول لك لا الشمس في بطن المحيط. هو ده هذا. فطبعا سيكون لنا لقاءات يعني تناول لي ايضا جوانب اخرى من شخصيه المنافق عمرو خالد، ولكن غدا انتظرونا في شخصيه جديده من المنافقين الجدد. فانتظرونا مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الاسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديده.
نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.